جات هاي الفكرة خارجة من داخل من داخل الروح، من داخل الركام، من عمق هذا الوضع المأساوي اللي حاليا احنا عم نعيش فيه. فاختارت هذه الأفكار اللي في اللوحة والأشخاص كل ما هو موجود في هذه الجدارية حتى تبين لكل الدول الغربية. كفنانين احنا بنوصل رسالتنا ان احنا نضلنا مستمرين، نضلنا ما نفقد الشغف، نستغل هذا الظروف الصعبة هذه ونفرغ كل اللي جواتنا ما نكبتها، ونحاول انه احنا نتجاوز هذه الصعوبات، نحن نعبر عنها، وبنفس الوقت نحن نوصل الرسالة لأي حدا ضد هذا الشعب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.